السلام عليكم. دي المحاضرة الثالثة في كورس الـ Advanced Decision and Game Theory. ريكول من المحاضرة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا على ايه هو الـ Social Choice Function والـ Social Welfare Function. فاتفقنا ان احنا عندنا Outcome Space بيبقى فيه Possible Outcomes للمسألة، تمام. وبعد كده عندنا مجموعة من الايجنتس سيت الفا، دي بيبقى فيها مجموعة من الايجنتس. لغاية ان اتفقنا ان كل ايجنت عنده تايب اللي هي الشخصية بتاعته، واتفقنا ان كل ايجنت بيبقى عنده يوتيليتي فانكشن، دي الايجنت اي جيفن اي outcome من دول او والتايب بتاع الايجنت سيتا اي بيبقى فيه رقم اللي هو اليوتيليتي بتاعت الاوتكمز، وبناء على هذا الرقم هو يقدر يرتب الاوتكمز دي، ان هو مثلا بيبريفير او 2 عن او 1 عن او 3، وده بيبقى اسمه البريفرنس بتاعه over the outcome space. اتفقنا ان مسألة السوشيال شويس ان انت عندك سنترال اوثوريتي، السنترال اوثوريتي دي هتحدد المسج سبيس للايجنتس، والمسج سبيس دي كل ايجنت هيختار مسج، فده المسج سبيس بتاع ايجنت 1، ده المسج سبيس بتاع ايجنت 2، كل واحد هيختار مسج منها ويبعتها للسنترال اوثوريتي، والسنترال اوثوريتي عندها فانكشن جي هتطلع هتختار اوتكم او اللي هو حل مساله السوشيال بروبلم. فاتفقنا ان الفانكشن جي دي ليها نوعين، تبقى سوشيال شويس فانكشن او سوشيال ويلفير فانكشن. سوشيال شويس فانكشن ان هي بتاخد بريفرنس، فالبريفرنس ده اللي هو ال ان اس اللي هو نون ستريكت بريفرنس to the power of n اللي هو عدد الايجنتس، لان هي هتاخد ده n times واحد لكل ايجنت، بتدخله على السوشيال شويس فانكشن اللي هي الفانكشن الجي وتطلع او، فهي بتماب كل البوسيبل بريفرنسز اللي هتجيلها من الايجنتس، وتقول مثلا لو ايجنت 1 قال لي كذا وايجنت 2 قال لي كذا يبقى الاوتكم اللي هيطلع او 2، تمام. فده المابينج، فهو بيماب ال preference of agents to the outcome space, one outcome of the space. طيب on the other hand عندنا social welfare function. The social welfare function ما بتطلعش outcome واحد، بتطلع arrangement. يعني الagent الاولاني عاوز O2 بعد كده O1 بعد كده O3، agent تاني عاوز O1 O2 O3، فبالتالي مثلا لو نزودنا agent كمان مثلا O1 و O3 و O2، ف السوشيال ويلفير فانكشن هياخد التلاتة دول وتقوم مطلعة مثلا O1 وبعد كده O2 وبعد كده O3، هتطلع arrangement كامل. فهي بتماب ال one preference for each agent اللي هو ال non-strict preferences to the power of n to a preference برضو to the space of preferences، لان space of preferences اللي هو space كل نقطة هي different arrangement للايه للoutcomes اللي موجودة، تمام. فهي بتماب الـ agent preferences لـ one preference. واتفقنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا عندنا voting schemas، وفي voting schemas بتبقى social choice function لان هي بتطلع outcome واحد، وفي voting schema بتطلع هي social will function لان هي بتطلع arrangement. وقلنا الفرق بينهم ان في الحساب، فلو الـ voting schema social choice هي بتطلع outcome واحد winner، بس ما بتطلعش relations between all the other outcomes. السوشيال ويلفير هي بتطلع ريليشن with all other outcomes between all other outcomes، وطبعا اول واحد في الايه في البريفرنس ممكن يعتبر هو الوينر. طيب هنتكلم النهارده على البروبرتيز. يعني دلوقتي المحاضره اللي فاتت احنا خدنا خمسة او ستة فوتينج سكيمز، وخدنا اساينمنت ان احنا نجو اند سيرش فور مور فوتينج سكيمز. كل voting schema
هو يا سوشيال شويس يا سوشيال ويلفير. طيب ايه اللي يفرق بينهم وبين بعض؟ يعني مثلا انا قدامي مسألة فوتينج، اختار احلها بالبلوراليتي ولا بلوراليتي ويز اليمينيشن ولا بوردا ولا بولاريتي فوتي اكيوميليتيف فوتينج ايه؟ فالفكره ان دول فانكشنز، فالفانكشنز دي ليها بروبرتيز المفروض ان هي بروبرتيز مستحبه وبروبرتيز لوجيك، لوجيك ان هي تكون موجوده في اي فوتينج سيتنج. فاحنا هنبدا نتكلم في المحاضره بتاعت النهارده على ايه البروبرتيز بتاعت السوشيال شويس فانكشن والسوشيال ويرفير فانكشنز، تمام؟ و ازاي سم بروبرتيز بت امبلاي اذر بروبرتيز، يعني لو بروبرتيز بتهولد لازم بروبرتيز ثانيه تكون بتهولد. ف السوشيال شويس ويلفير فانكشنز ار ريكوايرد تو بوسيس ديزايربل بروبرتيز، فالبروبرتيز دي ديزايربل كويسه مرغوب فيها، تمام؟ واحنا بنشرحها هتبقى عارف ليه هي مرغوب فيها، لان هي مهم ان هي تتحقق في اي فوتنج سيتي. اول بروبرتي هنتكلم عليها الانونيميتي. انونيميتي ان كل ايجنت عنده ايكوال انفلوينس على الاوتكم، يعني يقدر ياثر على الاوتكم بمقدار ايكوال لكل الايجنتس الثانيه اللي موجوده في السيستم. يعني معنى كده ان انت ما عندكش حد في اي بي، ما عندكش حد كلامه هو اللي يمشي. لو انت عامل مساله فوتنج وعندك 10، كل واحد يقدر ياثر على الاوتكم بتاع المساله ايكوالي، مفيش مثلا واحد معاه 3 اصوات واحد معاه صوت، تمام؟ فطبعا الانونيميتي حاجه مهمه جدا، ان انت تبقى كل الايجنتس الفوتس بتاعه الايجنتس ليها ايكوال ويت، تمام؟ او they have the same number of votes، او ما يبقاش عندك ناس كلامهم هو اللي يمشي زي الديكتاتورشيب بروبرتي هنشوفها بعد كده. نيوتراليتي ان مفيش فيفر اوتكم ريجاردلس اوف ذا ايجنت بريفرنس، يعني الايجنتس بتقول حاجه، يعني بيقولوا اراء معينه، فانت ما تقدرش تقول بغض النظر الايجنتس قالوا ايه الاوتكم اللي هيطلع كذا، او ان انت عندك اوتكمز وقبل ما الايجنتس يتكلموا اديت زودت هنا مثلا 5 فوتس وبعد كده قلت يلا ناخد راي الايجنتس بقى، فانت كده عامل فيفر لاوتكم عن اوتكم ريجاردلس عن راي الايجنتس، تمام؟ فانت ولا تنجلكت راي الايجنتس او تديله، ولا تكون مدي بريفيوس ويت لاوتكمز او بريفيوس فوتس لاوتكمز، فطبعا ده مهم جدا، تمام؟ طيب السوشيال شويس فانكشن از كولد كونستنت. كونستنت يعني ثابت. طب ويعني ايه ثابت؟ يعني ريجاردلس الايجنتس بتقول ايه هي بتطلع اوتكم او، يعني لو البريفرنسز بتاعت الايجنتس اي سي بي مثلا، انت عندك 3 ايجنتس وبي سي اي وسي بي اي، تمام؟ وراحت مطلعه هنا اوتكم ايه، وبعد كده البريفرنسز اتغيرت بقت كلها حاطه البي في الاول، تقوم برضو مطلعه ايه بعد كده لو السي في الاول وهنا بي اي هنا اي بي، تمام؟ هتقوم مطلعه الاي في الاول الاي، تمام؟ يبقى ريجاردلس الايجنتس بتقول ايه، البريفرنسز بتاعت الايجنتس والريبورتس بتاعت الايجنتس هي الاوتكم بتاعها كونستنت، تمام؟ ف اسوشيال شويس فانكشن از كونستنت اف ذير از سم اوتكم او such that every preference profile، كل بريفرنس بروفايل زي ده، ما هو ده بريفرنس بروفايل شايل بريفرنس لكل ايجنت، وده البريفرنس بروفايل بتاع السيستم كله او بتاع الايجنتس كلهم، ففور افري بروفايل، اي بروفايل يخش السوشيال شويس تقوم مطلع اوت كم او، تمام؟ فطبعا اكيد دي از ان ديزايربل بروبرتي، احنا يعني مش عاوزين نبقى عاملين فوتنج مهما الناس قالت الاوت كم طالع ثابت، او مش عاوزين ما يبقاش عندنا نيوتراليتي اللي هو مهما الناس قالت انا من الاول عامل فيفر، او قبل ما الناس تتكلم انا عامل فيفر لاوتكم معين، او ان انا يكون عندي ايجنتس تقدر تاثر على الاوتكم اكتر من ناس تانية، واتيفر الايجنتس دي ليها فوت اكتر او الفوت بتاعها خد ويت اعلى، تمام؟ طيب نكمل في البروبرتيز. ال يونانيمس يعني ايه؟ let
البريفرنس اوف ايجنت اي 1، فده اول اليمنت موجود في البريفرنس بتاع ايجنت اي. يعني لو البريفرنس بتاع ايجنت اي بي سي اي، فده البريفرنس بتاع ايجنت اي، تمام؟ الاليمنت نمبر 1 هو ده، تمام؟ فلت البريفرنس بتاع ايجنت اي اندكس 1 هو الموست بريفيرد اوتكم اكوردنج تو ذا بريفرنس اوف ايجنت اي، هو اول اوتكم، فهو الموست بريفيرد اوتكم بالنسبه لايجنت اي. فامتى السوشيال شويس فانكشن يتقال عليها يونونيمس؟ لو every preference profile شايل preference profiles بتاعت ال N agents، تمام؟ ال index بتاعهم بتاع كل واحد at position 1 is outcome O، يعني في outcome O هنا، تمام؟ الأولاني عند كل الناس. Then social choice function أما تاخد ال preference بتاع السيستم لازم تطلع ال O ده. يعني لو في outcome O جاي نمرة واحد عند كل الايجنس لازم يطلع. وطبعا طبيعي ان احنا بنتكلم ان social choice functions لازم يكون فيها property زي ال unanimous، تمام؟ طيب ال property دي هي انا اشترطت ان اول element عند كل الايجنس يكون واحد اللي هو ال O، بس ما اتكلمتش على اللي بعد كده. يعني انا ما اشترطتش ان هم مرتبين بقيه الاوتكمز زي بعض، تمام؟ الديفينيشن ده هو مشترط ان اول اوتكم يكون واحد عند كل الناس، فالسوشيال شويس فانكشن اما تاخد البريفرنس بتاعت الايجنتس تختاره. بس ستيل ممكن الناس بتكون مرتبه اللي ورا ده بطرق مختلفه، تمام؟ فا there is the version بتاع anonymity is a stronger version than requiring that all agents have the same preference ordering. إن أنت بتشترط إن كل الorders تكون واحدة، تمام؟ Then the top ranked alternative must be chosen. The definition requires only إن top to be the same، إن أول واحد يكون the same. But other alternatives، بقيت alternatives اللي ورا الأولاني can rank differently by different agent. يبقى في فيرجن تاني من الديفينيشن ان انت بتقول بقصدك باليونانيميتي ان لو كلهم ليهم نفس البريفرنس، تمام؟ البريفرنس كامل. فايه؟ البريفرنس ده هو اللي يطلع. وطبعا الديفينيشن بتاع السترونجر فيرجن ده هو المور سيوتابل فين؟ لو انت بتتكلم على سوشيال ويلفير فانكشن، لان السوشيال ويلفير فانكشن عاوزه تطلع ايه؟ بريفرنس كامل. السوشيال شويس مهتمه بالاوتكم الاولاني، فالسوشيال شويس فانكشن قالت امتى بقى يونونيمس؟ لو في اوتكم اولاني واحد عند الناس، بس انا ما يهمنيش ترتيب الباقي، الترتيب الباقي يختلف، تمام؟ A stronger version ان انت كمان بتشترط ان ترتيب الباقي يكون هو هو، والديفينيشن ده more suitable للايه؟ للسوشيال ويلفير فانكشنز. البروبرتي اللي بعد كده الافيشنسي، تمام؟ فيعني ايه efficiency؟ لو انت عندك outcome O2 باريتو dominated في البريفرنس بروفايل بتاع كل الايجنتس by an existing alternative O1، طبعا ال O1 غير ال O2، يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان O1 جاي قبل O2، تمام؟ لان O2 dominated، ف O1 dominates O2 لكل agent I في البريفرنس بتاع كل agent I، تمام؟ فلو انت بصيت على البريفرنس بتاع السيستم، فالبريفرنس بتاع السيستم مكون من البريفرنسز بتاعت الايجنتس، فانت هتلاقي عند كل ايجنت O1 جاي قبل O2 في الترتيب. مش مهم بينهم قد ايه، المهم ان O1 جاي O2، معنى كده ان O2 ده dominated ب O1 عند كل الايجنتس. فامتى يبقى السوشيال شويس فانكشن يتقال عليها efficient او باريتو efficient؟ لو ال O2 ده عمره ما يطلع، يعني السوشيال شويس فانكشن عمرها ما تطلع الدومينيتد اوتكم اللي هو او2. فا social choice function is weakly pareto efficient
تمام ويكلي باريتو افيشنت لو فور افري بريفرنس بروفايل للسيستم ان افري اوت كم او لو الاو از باريتو دومينيتد يعني في اوت كم تاني جاي احسن منها عند كل الايجنتس السوشيال ويلفير ما تطلعش الدومينيتد ده تمام فلو حاجه زي كده اتحققت يبقى السوشيال شويس فانكشن مالها يتقال عليها افيشنت وطبعا دي بروبرتي لوجيك جدا كل الناس بتفضل او 1 عن او 2 فلا يمكن او 2 يطلع تمام وخلي بالك انا قلت لا يمكن او 2 يطلع انا ما قلتش او 1 يطلع انا بقول او 2 ما يطلعش تمام لان او 2 كل الناس بتفضل حل تاني عنه فانا قلت او 2 ما يطلعش يعني ده ما يطلعش او 2 بس ما اتكلمتش مين اللي يطلع هل هو او 1 ولا حاجه تانية لان انا ما اعرفش الباقي تمام انا بقول ان اي باريتو دومينيتد اوتكم فيعني ايه باريتو دومينيتد عند كل الايجنتس دومينيتد عند كل الايجنتس في اوتكم احسن منه فده ما يطلعش ولو ده اتحقق يبقى السوشيال شويس فانكشن او السوشيال ويلفير فانكشن اسمها افيشنت او ويكلي افيشنت طب لو سوشيال ويل فانكشن ويلفير فانكشن قصدك ايه لو كل الناس هي الناس دلوقتي بتتكلم عامله سبميشن لترتيب او عامله ريبورتنج لتدريب لترتيب فلو كل الناس قايله الاي قبل البي تمام لو كل الناس قايله الاي قبل البي فبالتالي السوشيال ويل فانكشن السوشيال ويلفير فانكشن هتطلع ترتيب للسيستم الترتيب بتاع السيستم ده لازم الاي يجي قبل البي لان كل الناس مرتبه ايه قبل بي فهنا انا ما بطلعش وينر ما بطلعش اوتكم زي السوشيال شويس انا بطلع ترتيب بتاع السيستم فلازم الترتيب بتاع السيستم برضو الاي يجي قبل البي تمام فالافيشنسي بالنسبه للسوشيال ويلفير فانكشن لو ده الترتيب اللي هيطلع من السوشيال ويلفير فانكشن ده البريفرنس الارنجمنت اوف بريفرنس اوف اوتكمز اللي على السيستم ليفل اللي طالع من السوشيال ويلفير فانكشن سو ليت البريفرنس اوف ذا سوشيال ويلفير فانكشن اللي هو الاوتبوت اللي طالع من السوشيال ويلفير فانكشن از ذا بريفرنس اوردر سيلكتد باي ذا سوشيال ويلفير فانكشن تمام الباريتو افيشنت تعريفها ايه بقى هنا لو كل الايجنتس بيأجري على اوردر بتوين ذا تو اوتكمز اني تو اوتكمز يعني كل الايجنتس بتفضل او حاطه في الترتيب بتاعها او 1 قبل او 2 بينهم حد ما بينهمش حد هو كل الناس اي بالنسبه لها او 1 احسن من او 2 السوشيال ويلفير لازم تسلكت الاوردر ده يعني هتلاقي هنا الاو 1 جاي قبل الاو 2 تمام فالسوشيال ويلفير فانكشن از باريتو افيشنت if and only if عندك two outcomes O1 و O2 for all I لكل الايجنتس ال O1 given the preference بتاع الايجنت جاي قبل O2 فده imply ان ال O1 يبقى جاي قبل ال O2 accordingly the preference is calculated او computed by the social welfare function تمام يبقى احنا دلوقتي عرفنا الافيشنسي على السوشيال شويس فانكشن وعرفناه على السوشيال ويلفير فانكشن تمام طيب الاندبندنت اوف الريليفنت اولترناتيفز اللي هي اسمها الاي اي اي اندبندنت اوف الريليفنت اولترناتيف فمن الاسم انت عندك اولترناتيفز عندك اوتكمز عندك بدائل فانت دلوقتي بتتكلم على two outcomes O1 مثلا و O2 فالريليشن بينهم لازم يكون independent مستقل عن بقيه الالترناتيفز الريليفنت انا دلوقتي بتكلم على O1 و O2 عاوز اشوف علاقتهم ببعض فالمفروض علاقتهم ببعض تكون مبنيه على ترتيبهم مع بعض مش ترتيبهم مع الناس التانيه يعني انا ما يهمنيش O3 فين او ما يهمنيش او 4 فين انا مهتم ان انا اشوف او 1 و او 2
وعاوز أشوف علاقتهم ببعض، فالمفروض علاقتهم ببعض تكون مستقلة عن الـ irrelevant الـ إيه؟ الغير هام، الالترناتيفز الغير هامه. يعني ايه الالترناتيف؟ بقيه الاوتكمز اللي هي ايه انا مش مهتم بيها، انا دلوقتي مهتم ب O1 و O2 فده الاهتمام، فبالنسبه لي O4 و O3 ار irrelevant، غير مهمين. تمام؟ فالترتيب بتاعهم لازم ما يكونش ليه علاقه بعلاقتهم هم ببقيه الاوتكمز اللي في السيستم. فالاندبندنس اوف irrelevant alternatives اللي هي الاي اي اي، السيلكتد اوردرنج بين تو اوتكمز، يبقى انا مركز على تو اوتكمز وعاوز ان الاوردر اللي انا هختاره يبقى بينهم، لازم يعتمد اونلي، يعتمد فقط على الريليتيف اوردرنج ذي ار جيفن باي ذا ايجنتس، اللي هو ترتيبهم عند الايجنتس. يعني مثلا ايه دلوقتي، تخيل ان ده البريفرنس بتاع السيستم، تمام، اللي هو شايل بريفرنس لكل ايجنت. الايجنتس دي المفروض ايجنت الاولاني O1 O2 احسن من O1 بالنسبه له، الايجنت الثاني O1 احسن من O2، الايجنت I O1 احسن من O2، ايجنت N O1 احسن من O2. المفروض ده لو السوشيال شويس او السوشيال ويلفير خدت ده، هتطلع اوتكم واتيفر الاوتكم ده O1 او O2 او اوتكم تاني. المفروض لو انا اعتبرت، خدت بقى السيستم بروفايل برايم، واحد تاني برايم بشرطه، تمام، اللي هو شايل بريفرنسز لكل ايجنت بس مختلفه برايم، تمام، هنا هتلاقي ان الايجنت الاولاني O2 برضو احسن من O1، بس في حاجات اكتر في النص. يعني العلاقات بين O1 و O2، يعني هنا العلاقه بين O2 و O1 ثابته عند الايجنت، هو بيفضل O2 عند O1، بس ايه اللي اختلف بين ده وده؟ ان العلاقات بين O2 و O1 وبقيه الاوتكمز اختلفت. يعني هنا في النص في 3، هنا في النص في كام؟ 4. بالنسبه للايجنت الثاني يفضل O1 عن O2، وهنا برضو يفضل O1 عن O2، بس ايه الاختلاف؟ ان علاقات O1 والO2 ببقيه الاوتكمز اختلفت. تمام؟ طيب انا مهتم بالO1 والO2 وعلاقتهم ببقيه الحاجه، هي دي الريليتيف الريليفنت الترناتيفز، الالترناتيفز الغير هامه، فالمفروض السوشيال ويلفير فانكشن لو خدت ده، تمام، العلاقه بين O1 وO2 هنا تفضل هي العلاقه بين O1 وO2 هنا. يعني لو ده السوشيال ويلفير فانكشن دي رتبت ان O1 احسن من O2، هنا برضو ترتب ان O1 احسن من O2، تمام. فلو ده اتحقق، ان السوشيال ويلفير فانكشن اما بترتب العلاقه بين O1 و O2 مهتمه كل الايجنتس رتبتهم ازاي بغض النظر عن علاقتهم ببقيه الحاجه، فلو كل بريفرنس للسيستم نفس الريليشن بين O2 و O1 عند كل الايجنتس هي، يعني كل الايجنتس بيفضلوا O1 عن O2، او يعني نفس الريليشن بتهول بغض النظر عن الباقي، تمام، يبقى لو ده اتحقق تبقى هي ايه؟ IIA independent of irrelevant alternatives، تمام. طيب الفورمال ديفينيشن هو ايه بتاع IIA؟ تعال نبص. فالسوشيال ويلفير فانكشن is independent of irrelevant alternatives، يعني اتحقق البروبرتي دي if امتى؟ لو عندك any two outcomes O1 و O2، اي two outcomes من الست بتاعتك، تمام، and any two preference profiles، preference profile اولاني و preference profile prime، تمام، for every i for all agents، تمام. لو ال O1 بالنسبة ل agent i احسن من O2، if and only if الـ O1 احسن بالنسبة للـ O2 في الـ preference بتاع agent i في الـ preference بتاع system prime، اللي هو الشكل ده، تمام. يبقى انت بتقول ايه؟ لو الـ O1 اللي هو اي outcome واخد نفس الـ arrangement عند agent i في الـ preference ده او ده، تمام، فانت تلاقي هنا O2 O1 واخدين نفس الـ arrangement، نفس العلاقة، ان ده جاي قبل ده او ده جاي بعد ده، عادي نفس العلاقة، لان O1 و O2 هنا
تبقى اي any outcomes. تمام؟ فلو ده حصل بي امبلاي ايه؟ ان الترتيب بتاع O1 و O2 given السوشيال ويلفير هيفضل هو هو لو ال O1 والبريفرنس برايم بتاع السوشيال ويلفير O2، لو السوشيال ويلفير خدت البرايم الايه السيستم البريفرنس بتاع السيستم التاني. تمام؟ يبقى ده if and only ده بي امبلاي ان ده if and only if ده. تمام؟ فانت بتقول ايه؟ لو العلاقه بين اي اتنين اوتكم ثابته عند الايجنت في تو بريفرنس بروفايلز، تو سيستم بريفرنس بروفايلز، يبقى السوشيال ويلفير العلاقه بين الاو 1 والاو 2 هي هي، تفضل العلاقه بين او 1 واو 2 حتى بالايه بالسيستم بروفايل الجديد. تمام؟ او بريفرنس بروفايل الجديد. طيب فتعالى ناخد اكزامبل. تمام؟ تعالى نعمل المسألة دي بالبوردة. فانت عندك المسألة الاولانية هي الحتة دي، تمام، ان انت عندك 3 agents ال preference تاعهم A B C D E، 1 agent C D E B A، 1 agent A C D B A. تمام؟ طيب فالبوردة بتشتغل ازاي؟ هبدأ 0 1 2 3 4. تمام؟ وبعد كده هبدأ اكتب ال outcomes A B C D E واحسب ال A ال points اللي واخدها كل واحد. فهنا ال A خد 3 × 4 = 12، وبعد كده خد هنا 0 وخد هنا 0 يبقى 12. ال B خدت هنا 9 وخدت هنا 1 وخدت هنا 1 يبقى 11. السي خدت 3 × 2 = 6 وخدت 4 لان هنا جايه هنا في الاول يبقى كده 10، وخدت هنا 3 يبقى كام؟ 13. الدي خدت هنا 3 وخدت هنا 3 لان 1 × 3 يبقى كده 6، وخدت هنا 2 تمام يبقى 8. الاي 3 × 0 هنا ما خدتش نقط، هنا 2 وهنا 4 تبقى كام؟ 6. يبقى according للبريفرنس ده الوينر هو ايه؟ السي. تمام؟ وطبعا زي ما قلنا البور ده هي سوشيال ويلفير، لان انا دلوقتي جيفن الارقام دي اقدر ارتب السيستم وايد اللي هو هيبقى سي اي بي دي اي. ده ان الايه الاوتكم بتاع السوشيال ويلفير بروفايل اللي هو هيطلع من السوشيال ويلفير. تمام؟ طيب تعالى نحسب نفس الموضوع للايه للبريفرنس الثاني ده، المساله الثانيه. تمام؟ فهنلاقي ان الثاني هيبقى هنا 4 هنا 3 هنا 2 هنا 1 هنا 0. فهنلاقي الايه واخده كام؟ 12 و0 و0 يبقى الايه واخده 12. البي واخده كام؟ 9 وهنا 3 يبقى 12 وهنا 2 يبقى 14. السي واخده كام؟ 6 و4 10 و3 13. الدي واخده كام؟ 3 و1 و1 يبقى 5. الاي واخده كام؟ 0 2 و4 يبقى 6. تمام؟ فمين الوينر هنا؟ البي. البي هو اللي هيبقى وينر. فالسوشيال شويس السوشيال ويلفير بريفرنس بروفايل هيبقى الترتيب ايه؟ بي بعدها سي بعدها اي بعدها اي بعدها دي، اي ودي. تمام؟ طيب تعال نبص على الاثنين بروفايلز دي كده، هنلاقي ايه؟ ان ايه علاقة البي والسي؟ عند 3 ايجنتس البي مفضل عن السي، وفي ايجنت هنا السي مفضل عن البي، وفي ايجنت هنا السي مفضل عن البي.
طب تعال نشوف العلاقة هنا. في 3 agents البي مفضل عن السي زي اللي فوق، وفي 1 agent السي مفضل عن البي زي ده، وفي agent هنا السي مفضل عن البي زي ده. فدلوقتي العلاقة بين البي والسي في البريفرنس ده هي هي عند كل الايجنتس ثابتة عند البريفرنس برايم اللي هو ده، بس النتيجة اتغيرت. معنى كده ان البور ده is not IIA، لان الاختيار بين البي والسي اتغير رغم ان العلاقة بين البي والسي ثابتة بين التو بريفرنسز. طب ايه اللي اختلف؟ هي علاقة البي والسي ببقية الالترناتيفز عند الايجنتس هي دي اللي اختلفت. يعني هنا مثلا هو ده بيفضل السي والبي، هنا هو بيفضل السي عن البي. طب ايه اللي اختلف؟ ان دي اي هنا جم قبل البي، هنا جم بعد البي. يبقى هنا هو متأثر بعلاقة البي ببقية الالترناتيفز، والالترناتيف دي الريليفنت لان انا دلوقتي بتكلم على السي والبي. فده اكزامبل ان البور ده is not IIA، ان في systems does not satisfy ال IIA. البروبرتي اللي بعد كده هي الديكتاتورشيب، ان انت يبقى عندك ديكتاتورشيب اللي هو مستبد او واحد ديكتاتور فهو بيمشي رأيه. فنون ديكتاتورشيب يعني ايه؟ no single agent whose preference always determine the social order. ما هو انت امتى يبقى عندك ديكتاتور؟ لو في ايجنت معين، ايجنت نمبر جي في وسط الايجنتس بتوعك، تمام، دايما اللي هو عاوزه بيطلع. يعني لو السوشيال شويس فانكشن خدت اي البريفرنس بروفايل بتاع كل الايجنت، تطلع البريفرنس بروفايل بتاع ايجنت جي الاختيار الاولاني. ولو سوشيال ويلفير فانكشن خدت البريفرنس بروفايل بتاع السيستم، تطلع البريفرنس بتاع ايجنت جي، تطلع الترتيب بتاع الاوتكم لايجنت جي. خلي بالك هنا احنا بنتكلم على ان ايه، ان اللي طلع هو اللي الاي ايجنت جي عاوزه، بس ما قلناش هو عاوز ايه. يعني ايجنت جي ده ممكن مره يكون مرتب اول اوتكم الاي، وتاني مره يكون مرتب البي، وتاني مره يكون مرتب السي. فهتلاقي ده مره طلع ايه، مرة طلع بي، مرة طلع سي، وده مختلف عن الكونستانت اللي احنا قلناها في اول سلايد، لان الكونستانت دايما بتطلع واحد حاجة واحدة. فده الاختلاف بين الديكتاتورشيب والكونستانت. الكونستانت السوشيال شويس فانكشن، لو كونستانت مهما ده اتغير بتطلع اوتكم واحد. الديكتاتورشيب بيقول ان انا باخد اي حاجة بتاعت الايجنتس بس بطلع اللي عاوزه الايجنت ده، تمام. فالايجنت ده تمام ممكن اللي هو عاوزه يكون بيختلف، تمام، ما تحطش عليه كونديشن يبقى ايه. ف هنعرف، علشان احنا دلوقتي ممكن نعرف الحاجه از ديكتاتورشيب واز نون ديكتاتورشيب. فانا في السوشيال ويلفير فانكشن هعرفها فور نون ديكتاتورشيب. يعني امتى تبقى السوشيال ويلفير فانكشن نون ديكتاتورشيب؟ في السوشيال شويس هقلب التعريف وعرف يعني ايه تبقى ديكتاتورشيب مش نون ديكتاتورشيب. فدي اوبورتيونيتي كويسه ان احنا برضو لازم نتعلم نقرا ماثيماتكس، تمام. ف السوشيال ويلفير فانكشن داز نوت هاف ا ديكتاتور، ما يبقاش ليها ديكتاتور اف دي علامه ذير اكزيست ايجنت اي ودي نوت، يبقى مفيش ايجنت اي، تمام، دي مفيش ايجنت اي. فور اول دي علامه الفور اول، اوتكمز او1 واو2 ذات بيلونج للايه، للسبيس اوف او، وير الاو1 احسن من او2 بالنسبه لايجنت اي، بي امبلاي ان الاو1 تكون احسن من الاو2 بالنسبه للسوشيال شويس. يعني مفيش ايجنت اللي هو عاوزه يمبلاي او اللي هو شايفه يمبلاي اللي السيستم شايفه. فده تعريف النون ديكتاتورشيب. طيب تعريف الديكتاتورشيب هو ايه؟ A social choice function is a dictatorship لو there exists an agent i، في agent i called a dictator، هو الديكتاتور،
such that for every preference profile, أي preference profile للسيستم, أي preference profile, دايما السوشيال شويس أما تاخد الأي preference profile ده تطلع الأوتكم الترتيب الأولاني اللي في preference profile بتاع agent I اللي هو الديكتاتور. يبقى مهما اتقال جوه تمام, مهما اتقال جوه لو agent 2 ده هو الديكتاتور ده اللي هيطلع. تاني الفرق بين الديكتاتورشيب والكونستانت ان agent 2 ده ممكن يتغير, الكونستانت هو ثابت على اوتكم معين. تمام الفانكشن او سوري البروبرتي اللي بعد كده اسمها الاونتو تمام, ودي فيري سيمبل بروبرتي بس اجين ات نيد تو هولد لان انت ما نعرف التعريف بتاعها هنلاقي ان هي فيري لوجيك. اسوشيال شويس فانكشن از اونتو بتحقق البروبرتي بتاع اونتو لو في بريفرنس بروفايل يطلع كل اوتكم, يعني ما فيش اوتكم, يعني دلوقتي انت السبيس اوف اوتكم زي ايه اوتكمز فما ينفعش يبقى في اوتكم ما ينفعش يطلع, يعني ما ينفعش يبقى الحل بتاع المسألة, يعني مهما الايجنتس قالت الاوتكم ده عمره ما يطلع. تمام لو ده حصل تبقى ايه السوشيال شويس فانكشن او السوشيال ويلفير فانكشن ما بتحققش الاونتو. فالاونتو بتقول ايه every outcome او كل outcome او موجود there exist a preference profile في preference profile such that ان السوشيال شويس فانكشن لما تاخده تطلعه تطلع الاوتكم او ده. تمام يبقى ما ينفعش ان يبقى عندي outcome عمره ما يطلع, يعني ما فيش حاجه تطلعه. فالبلوراليتي از اونتو لان دلوقتي لو انت عندك الايجنتس حطت الاكس في الاول او فاي بريفرنس بروفايل حط الاكس في الاول الاكس هو اللي هيكسب, لو اي بريفرنس بروفايل الواي حط في الاول فالواي هو اللي هيكسب. فبالتالي البلوراليتي از اونتو لان at least there is one preference profile يطلع كل outcome. فانا لو عندي الاوتكمز اكس واي وزد دايما في preference profile يقدر يطلع كل واحد فيهم تمام, بغض النظر ايه هو اللي موجود عند الايجنتس, بس theoretically في واحد يطلع الاوتكم. البور ده برضو اونتو لان simply لو هو حط الاكس في الاول الاكس هتاخد اعلى سكور, لو حط الواي في الاول الواي هتاخد اعلى سكور, لو حط الزد في الاول كلهم حطوا الزد في الاول الزد تاخد اعلى سكور. فستيل there is a preference profile يطلع كل اوتكم, simply حط الاوتكم ده في الاول عند كل الايجنتس فيطلع. تمام طيب dictatorship is onto ليه, هو dictatorship بيقول ايه ان انا مركز على ايجنت واحد, يعني في ايجنت اي وليه preference معين تمام وهو ده اللي دايما بيتحل, يعني لو social choice function ده اللي بيتم اختياره تمام, ولو social welfare function ده اللي هيطلع, ما ده الديفينيشن بتاع ديكتيتور. طب ازاي الديكتيتور اونتو, ما خلي بالك agent I ده احنا قلنا هو بيتاخد اول outcome عنده بس ما قلناش الoutcome ده ايه, يعني لو agent I preference بتاعه كده يبقى معنى كده ان there is a preference profile يطلع outcome 2, لو حط outcome 3 في الاول يبقى outcome 3 اللي هيطلع, لو حط outcome 4 في الاول يبقى outcome 4 اللي هيطلع. تمام يبقى الديكتاتورشيب از اونتو ليه, هو انا عارف ان انا هاخد البريفرنس الاولاني عند ايجنت معين اللي هو الديكتاتور تمام, بس ده هو بقى الايجنت ممكن يكون الاوتكم ده انا ما اعرفش هو عنده ايه, يعني انا ما اعرفش انت الديكتاتور بس انا ما اعرفش انت اختيارك الاول ايه. فمعنى كده ان انت لو البريفرنس ده اللي هو فيه O1 يبقى O1 ممكن يطلع, لو O2 يبقى O2 هو اللي يطلع, لو O3 هيبقى O3 هو اللي ممكن يطلع. تمام طيب الكونستنت is not onto ليه, لان الكونستنت تاخد اي حاجة تطلع ايه, يعني ده يتغير زي ما يتغير ثابت. فمعنى كده ان انا ما عنديش اي واحد من دول يطلع لي بي,
او يطلع لي سي او يطلع لي دي لان هي كونستنت. فالكونستنت از نوت اونتو، ما بتحققش الاونتو. تمام. المونوتونيسيتي، البروبرتي اللي اسمها مونوتونيسيتي. فقبل ما نتكلم ايه هي المونوتونيسيتي ونشرحها، عاوزين نعرف الفانكشن بي دي او السيت بي دي. فلت اني اوتكم او، تمام، هنمسك اوتكم او، اوتكم محدد، فده البريفرنس بتاع السيستم اللي هو شايل بريفرنس لكل ايجنت، وكل ايجنت حاطط الاو في مكان، يعني الاو جاي عنده في ترتيب معين. تمام. طيب لت الفانكشن بي او البريفرنس اوف ايجنت اي تبقى السيت اوف اوتكمز بلو الاو في البريفرنس اوردرنج بتاع ايجنت اي. يعني ده ايجنت اي، اي هنا دلوقتي بواحد، فالبي هي الحته دي اللي هي ايه، كل الاوتكمز السيت اوف اوتكمز اللي جايه بعد الاو عند الايجنت ده. تمام. فطبعا البي دي هي سيت هتتغير من ايجنت لايجنت، يعني الايجنت الاولاني ده البي بتاعته، الايجنت التاني ما عندوش بي، البي بتاعته بفاي، الايجنت التالت ده البي بتاعته، الايجنت الرابع الان ده البي بتاعته. يبقى الفانكشن بي بتاخد بريفرنس لايجنت معين، بتاخد اوتكم معين، تطلع كل الاوتكمز اللي جايه في الترتيب ورا الاوتكم ده. تمام. فده الديفينيشن بتاع بي اوف او بريفرنس ايجنت او، هي كل الاوتكمز او برايم، لان هي طبعا حاجه غير الاو، وير ان الاو جاي قبل الاو برايم في البريفرنس اوف ايجنت اي كل الاوتكمز. فده الديفينيشن، ده السيت دي معناها ايه، كل الاوتكمز اللي جايه بعد الاو، تمام، اللي الاو ترتيبها احسن منها. تمام. فدي سيت اوف اول اوتكمز او برايم such that الاو البريفرنس اكوردنج تو بريفرنس اوف ايجنت اي جايه قبل الاو برايم. تمام. طيب ف ايه تعريف المونوتونيستي بقى؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا الفانكشن دي، لان الفانكشن دي هي اللي احنا هنستخدمها في الديفينيشن بتاع المونوتونيستي. ف اسوشيال تشويس فانكشن از مونوتون، يتقال عليها مونوتون. هو مبدئيا مونوتون هو ايه؟ مونوتون ده اللي هو متناغم. فاحنا كنا بناخد في الماثيماتكس اللي هو مونوتونيك انكريزنج، اللي هو بينكريز مونوتوني بتناغم، دايما بيزيد، او ديكريزنج مونوتونيستي بيديكريز بتناغم. تمام. فاسوشيال تشويس فانكشن از مونوتون امتى؟ لو انت عندك اني تو بروفايلز، سيستم بروفايل عادي وسيستم تو بروفايل برايم، واحد تاني يعني ده وده. تمام. ويز ايه بقى؟ تعال نبص على الحته دي الاول، هي ايه؟ اما السوشيال تشويس فانكشن تاخد البروفايل، هي بتطلع ايه؟ اوتكم، صح؟ يعني الحته دي هي اوتكم، تمام، والحته دي، تمام، هي ايه؟ انا ناسي هنا برايم. تمام. فالحته دي هي الاوتكم هنا، اما السوشيال تشويس فانكشن تاخد برايم فهيطلع اوتكم. تمام. طيب فهو بيقول ايه؟ ان البي اللي هي set of all outcomes اللي وقع بعد اختيار الاوتكم اللي تم اختياره في السوشيال ويلفير، اللي هي الحته دي، وطبعا هنا مفيش الحته دي، الحته دي تبقى subset، تبقى جزء من الست بي اللي وقع بعد الاختيار او عند البرايم اي، اللي هو ده 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 ده. فهو بيقول ان كل ايجنت ده سبست، يبقى جزء من ده. ده طبعا الفاي هي سبست من اي حاجة، ده سبست من ده، ده سبست من ده. تمام. طيب عاوزين نقف على كذا حاجة. يعني ايه سبست؟ يعني اللي موجود هنا موجود هنا زائد اليمنتس تانية. يعني لو ده مثلا اي بي هنا، في اي بي هنا، فهنا في اي بي زائد بقى سي ودي واي، يعني تمام. فالسبست ان ده جزء من ده، يعني ده ايه؟ متواجد زياده على الاليمنت. فدي اول حاجه.
طب بالبلدي كده معنى الكلام ده ايه؟ انت بتقول ان انا لو عندي سوشيال ويلفير، سوري، عندي بريفرنس بروفايل والسوشيال ويلفير تشويس فانكشن خدته فطلعت اوتكم او، تمام؟ يعني انا عندي ده وعندي اوتكم او موجود عند الايجنتس، فالسوشيال تشويس فانكشن خدت البريفرنس بروفايل بتاع كل الايجنت طلعت اوتكم. طيب لو كل الايجنتس حسنوا رايهم في الاو، حسنوا رايهم في الاو، طب يعني ايه حسن رايه في الاو؟ يعني الاو بدا يتقدم في الترتيب عند كل الايجنتس. طيب ماثيماتيكلي يعني ايه؟ يعني الجزء اللي بقى ورا الاو عند الايجنتس بدا يكبر لان الاو بتتحسن، يعني الاو ده هنا عند ايجنت 1 وراه مثلا الاثنين اوتكمز، ايجنت 1 غير رايه والاو اتحسن عنده. يعني ايه اتحسن عنده؟ يعني بقيت الاوتكمز اللي ورا الاو بقت اكتر، تمام؟ فهو ده المعنى، ان الجزء اللي ورا الاو هنا سبست جزء من الجزء اللي ورا الاو في البريفرنس بتاع الايجنت في الايه، في البريفرنس برايم، تمام؟ يعني معنى كده ان انت بتقول ايه، ان الاو اتحسن عند كل الايجنتس. يعني اكن كان عندك انتخابات والناس كانت مرتبه الاو ده في مكان معين والسيستم اختار او. طيب جه الراجل او ده عمل دعايه وعمل برامج تلفزيونيه و و و، فكل الناس بدات تقتنع بيه اكتر، يعني بدات تزقه في البريفرنسز بتاعتها في ترتيب اعلى. فكنا ان بتزقه في ترتيب اعلى معنى كده ان اللي جاي وراه بقى اكتر من الحاله الاولانيه، فلازم اما الاو يتحسن عند كل الناس السوشيال تشويس فانكشن اما تاخد الترتيب الجديد بتاع السيستم تطلع برضو الاو لان الاو اتحسن. فلو ده ساتسفايد يبقى السوشيال تشويس فانكشن يتقال عليها مونوتون. لو ده مش ساتسفايد، يعني انت بتقول ايه، كان عندي بروفايل والسوشيال تشويس فانكشن طلعت او، خدنا بروفايل تاني، البروفايل التاني ده كل الايجنتس حسنت من الاو، تمام؟ وخلي بالك حسنته واللي ورا الاو هو هو، يعني اللي ورا الاو زاد عليه. يعني لو كان ده بيحب الاي والبي، ده الاو احسن من الاي والبي، ده الاي والبي برضو ستيل ورا الاو، تمام؟ بس زياده عليه حاجات وراح مطلع اوتكم مش ايكوال الاو، تبقى ايه، حاجه مش كويسه، تبقى حاجه مش كويسه، تمام؟ يبقى تاني المونوتون هو ايه، ان انت لو عندك اوتكم اتحسن الترتيب بتاعه عند كل الايجنتس المفروض السوشيال تشويس فانكشن برضو تطلعه او تختاره از وينر، تمام؟ فاحنا عرفنا الفانكشن بي دي علشان نتكلم على الست اللي ورا الاو، وكون ان الاو اتحسن يبقى الست دي اتحسنت، يعني اتحسنت كبرت لان الاو ترتيبه بقى احسن، فبقت هنا هي جزء من اللي كان اللي هنا. يعني لو هنا في A و C، هنا في A و C زائد عليهم B زائد عليهم W، تمام؟ لان الاو بقى اتحسن عن الدين. فده التعريف بتاع المونوتونيستي، تمام؟ فلو امتى يتقال على السوشيال تشويس فانكشن مونوتون؟ لو الاوتكم وضعه اتحسن عند كل الايجنتس يفضل هو اللي بيتم اختياره. يبقى السوشيال تشويس فانكشن اما خدت البريفرنس ده برضو تطلع نفس لو خدت البريفرنس برايم اللي هو ايه، اللي هو الاوتكم او اتحسن عند كل الايجنتس، تمام؟ ف in monotonicity we go from preference profile to preference profile prime with، لو السوشيال تشويس فانكشن خدت البريفرنس بروفايل طلعت او، whatever was below the او في البريفرنس بروفايل فور افري ايجنت كونتينيوز، يفضل تو بي بيلو ات ان ذا بريفرنس بروفايل برايم اولسو، بات اوف كورس اذر ريليشنز مي تشينج. ما هي دي بقى الحته، ان واحد يقول لي هو ازاي الحاجه مش مونوتون، لان دلوقتي انا عندي او
تمام، كانت جايه هنا A و B تمام. بعد كده الاوت حسنت فبقى وراها كمان C، بس ممكن البي والاي يتقلبوا، فيجي السيستم ياخد ده يطلع الاو، ياخد ده يطلع حاجة تانية، رغم ان انت بتقول الاو اتحسن، يعني الاو ترتيبه اتحسن، مش بس اتحسن، اللي ورا الاو continues to be ورا الاو، continues to be ورا الاو، بس المشكلة ان انت ما ضمنتش ترتيب اللي ورا الاو ده فضل هو هو ولا، يعني الاي احسن هنا من البي، بس هنا البي احسن من الاي، فده كاتش تمام، ان في systems is not monotonic. So an outcome O must remain the winner whenever its support لي is increased. يعني انت واحد كسبان رحت انت مزود السبورت لي تمام، فالسبورت لي زاد، فالمفروض ان هو يفضل winner، يفضل يريمين the winner in a preference profile under which O was already winning. يعني انت لو عندك preference profile ال O is already winning، ال O already كسبان، رحت انا مزود السبورت لل O، يعني الاو بدا يتقدم عند كل الايجنتس، يعني ايه بدا يتقدم؟ يعني الست الحاجات اللي وراه بدات تزيد لان هو بدا يتقدم، فالمفروض ان الاو ماست ريمين الوينر، يفضل هو الكسبان تمام. فده التعريف بتاع ايه البروبرتي بتاع المونوتونيسيتي تمام. فا اكزامبل فور مونوتونيسيتي، انت دلوقتي ده كده تو مونوتون بروفايل، فده بروفايل وده بروفايل، فتعالى نعمل مثلا بلوراليتي او بوردة، تعالى نعمل بوردة تمام، فهتلاقي هنا نحط هنا ايه 2 1 و0 تمام، فهنا الاكس خد 2 والواي سوري الاكس خد 2 وهنا 1 وهنا 1، يبقى الاكس خد 4، الواي خدت كام؟ 1 و2 و0 يبقى 3، الزد 0 و2 يبقى الاكس هنا هو الكسبان والترتيب اكس واي زد. طيب هنا هو الاكس جه في الاول تمام، فالاكس هياخد كام؟ 3 سوري هياخد 6 تمام، الواي هياخد 1 و0، الزد هياخد 0 و2 هياخد كام؟ 2، فهنا اكس واي زد سوري زد واي، فهتلاقي ان دي مونوتون. ليه مونوتون؟ لان العلاقه بين دي ودي ان الاكس خد سبورت اعلى، يعني الاكس كان جاي في الاول بالنسبه للايجنت الاولاني، وبالنسبه للايجنت الثاني كان جاي نمره 2، وبالنسبه للايجنت الثالث جاب نمره 2 جاي نمره 2، حصل ان احنا زقينا الاكس في الاول، يعني الايجنت نمره 2 والايجنت نمره 3 غيروا رايهم في الاكس وجابوه في الاول تمام. فهنا الاكس برضو ستيل الوينر، خد سبورت اعلى ففضل الكسبان تمام. هنبدا في الجزء الثاني من المحاضره نتكلم على الريليشنز، ايه العلاقه اللي بين البروبرتيز، هل لو في بروبرتي اتحققت بروبرتي تانية لازم تتحقق ولا لا، فنكمل في جزء تاني من المحاضرة.